السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله أعمالكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحديث السريع حول أخطاء شائعة في الوضوء. أولاً، ما هو موقع الوضوء؟ الوضوء في الإسلام ليس واجباً، في نفسه. من ليس عليه صلاة لا يتوضأ، من ليس عليه طواف لا يتوضأ. الوضوء وجوبه لغيره، فما هي العلاقة بينه وبين غيره؟ الآن الإنسان المتنجس لا يجب عليه أن يطهر بدنه ولا ثوبه إلا لأجل الصلاة أو الطواف. المرأة وقت الدورة لا تصلي، لو بقيت بالنجاسة لا مشكلة، لأن الطهارة شرط لغيرها، للصلاة، للطواف. فالوضوء شرط للطواف والصلاة، والطهارة في البدن واللباس شرط للطواف والصلاة، لكنهما مختلفان. كيف؟ التنجس يمنع صحة الصلاة إذا كنت أعلم. إذا أنا صليت عقب ما خلصت، قال لي واحد ترى ثيابك من وراء كلا نجاسة، مضت صلاتي صحيحة، لأن شرط طهارة البدن والثوب يسميها العلماء شرط ذكري، يعني ما دمت تعلم، إذا ما تعلم صلاتك صحيحة. أما مدخلية الوضوء في الصلاة والطواف يسمونه شرط واقعي، يعني لو أنا الآن اكتشفت عقب الصلاة حاجب صغير واللي يعيد الصلاة، أنا ما كنت تدري، أعد صلاتك. لو اكتشفت أن الماء الذي توضأت منه كان نجسا، يقول لي أعد صلاتك. ما دام الوضوء باطلا فالصلاة فالطواف باطلان. إذا أهميته أن به تصح الأعمال، وإلا فلا، الأعمال التي توقفت عليه. والمشكلة أننا نواجه شيء خطير بهالمستوى لكنه بسيط، ليست صعوبته المشكلة. كان الأئمة يبسطون، يسأل الإمام عن الوضوء فيبسطه قولا أو فعلا. القول يقول غسلتان ومسحتان، هي ثلاث، وجه يمين يسار ثلاث، مسح رأس قدم قدم ثانية ثلاث. الإمام يريد يبسط، يقول غسلة وجه وغسلة يدين ومسحة رأس ومسحة قدمين، يريد يبسط. الفعل يقول يطلب الماء فيؤتى له بالماء فيتوضأ وضوءا سريعا. المشكلة في الإهمال، في الأخطاء الناتجة من الإهمال. عندنا مجموعة أخطاء. الأخوة أعطوني، ما أدري إلا تسليما، يعطاني كم من الوقت الليلة؟ 10 دقائق؟ ها؟ لا أنا ما أدري بعد، في فعالية عقب، لأن أنا أنتم مسوين برنامج طارئ، أبغى أعرف شنو برنامجهم. ها؟ انزين، إلى ما قبل 6:30 أقل، أكثر، أكثر من دقيقة. أول خطأ شائع هو أن كثير من المؤمنين على مستوى التدريج، نبدأ بالنية، على مستوى النية يقعون في خطأ. ما هو؟ يقول لك أنا العمل عندنا بوذيين، عندنا كذا، أنا من الصبح أتوضأ، أتوضأ لصلاة الظهرين الصبح وأروح لين صليت، قالي بديش حمام ولاش حمام، بعدين صليت. ولو نيتك لما توضأت الصبح، لماذا؟ عشان توضأت لاستباحة الصلاة، بصلي بالظهرين. ني مو كل العلماء يرون وضوءا صحيحا، مثل سيد الخامنئي يقول واطل والصلاة باطلة، استباحة قبل الوقت بواجب، ما في صلاة الآن حتى تكون استباحة. والحل لا تنوي استباحة، تريد حل يوافق عليه الفقهاء؟ نعم، توضأ بنية الكون على طهارة، فإنه يستحق للمؤمن أن يكون على طهارة. إذا توضأت بهذه النية فأنت على طهارة، وهذه الطهارة تصحح لك أن تصلي وأن تطوف، ما شئت مما يشترط فيه الوضوء أنت على وضوء. ف
فإذا لا ننوي الاستباحة وبقي عن الوقت كثير. نعم 10 ربع ساعة ما في مشكلة عن الأداء، أما بالساعة والساعتين والأكثر أنوي الكون على الطهارة، هذا يصحح لي مشكلة، يحل المشكلة. الأمر الثاني، انجي إلى الغسل، أخطاء في الغسل. أول خطأ هو المساحة، هناك مساحة لا يتم غسلها وهي داخلة في الوجود. يجي واحد يصب الماء ويسوي كذي، زين انت هنا عندك انخفاض العينين، بعض الاحيان ما يصير لك ماء، سويت شريط كذي اشوف بعض الاولاد هكذا تقول تعال بابا شوف عيونه، اكو هنا كله ما صادق، لان تصب على الجبهه فينحدر على الخدين، العينين يحتاجون شويه عنايه يعني امسحهم لا اقل. في ناس لا ما يسوي هكذا، يسوي طرف اليمين واليسار ويمشي، ففي هذه المواطن بعض الناس بعجلته لا يوصلها الماء. الموطن الثاني مسألة الكوعين، في الشتاء يصير جفاف، كثير من الأولاد يسوي غرفة شديد بس حركة واحدة ما يمكن الكوع يصيبه، ما يفعل تعرجات، تقول لي افتح يدك واشوف، ولا شوف بابا ما شاء الله. قال له غسلت، صح غسلت، لكن جفاف الجلد في الشتاء قد يستلزم أن يحوجنا إلى أن نحرك شوية قبل لا ننتقل إلى الأسفل. فإذا أجد من الأخطاء الشائعة أن الكوعين فترة الصيف الجسم يتعرق يوصل الماء بسهولة، فترة الجفاف فترة الشتاء نواجه هذه القضية. الخطأ الثالث، المرير اللي في الحج دائما يتجرأ، حتى أن صاحب العروة ذكره في عروته وصاحب المنهاج ذكره في منهاجه، الغسل إلى الكفين. شلون؟ أول ما نجي للوضوء نغسل كفين، نصح له لا؟ إيه عندنا غلط بعد. وش الغلط؟ كم مرة نغسل كفين؟ الناس كلها ثلاثة. في الكتب يقول لك يستحب لمن أراد الوضوء إذا كان محدثا بحدث النوم أو البول أن يغسل كفيه قبل الوضوء مرة واحدة، وإذا كان حدث الغائط مرتين، طالع من الخلاء مرتين، متى ثلاث ما شوف عند العلماء، إحنا نسوي ثلاث مطلقة، وهذه تبحث عن أصلها ما تجد في رسائل العملية اليوم. في غسلة من حدث البول وحدث النوم وغسلتين من حدث الغائط. هذه الغسلتين كثير من المؤمنين يغسل وجهه عقب ما يغسل كفين، ثم يغسل اليمين الى الزند اليسار للزند، يقول لي ما غسلت الكفين. قال اول ما جيت غسلتهم، مشني اول ما جيت انا غسلتهم، هذيك ما لها علاقه بالغسل الواجبه. فلذا صاحب العروه يقول ما يفعله بعض العوام من غسل اليدين الى الزندين باطل، يعني يوجب بطلان الوضوء. البعض مثل السيستاني على بالي غير العبارة، قال ما يفعله بعض غير المتفقهة، قال حوام كأنه تهمة اللي ما تفقها غير العبارة. فهذه لو هذه الغسل إلى هنا باطل، اغسل إلى أطراف الأصابع، وإذا احتجنا إلى التخليل في الوسط بين الأصابع نخلل، هالإبهام يروح أطلع حقها، لأن في ناس يغسل كذي كذي يخلل هني، يقول لي هذه، قال هاي ما وصل، وصل يمكن اطها حقها، صبع من الاصابع داخله في الواجب يجب ان تغسل. هذا الشرح الطويل في العمل سهل ما ياخذ مده يقلها. فالوضوء بسيط لكننا نغفل عن بعض حدوده فنقع في بطلان. هذه بعض المسائل المرتبطه بعدم غسل الوضوء. عندنا مساله اخرى، مساله الحواجب. كثير من الشباب يخلي جل، والجل يمنع، لأن احنا نريد ملامسة الماسح للممسوح، هذه الطبقة اللي يبس الشعر وتقول لي وصلت ما يكفي، لازم أشيل مقدار من موضع المسح وأمسح على البشرة أو الشعر بالشرط الآتي إن شاء الله. فإذا عندنا الحواجب، الفقهاء يذكرون بعض الحواجب. الأمر الأول، أول ما نقعد صلاة الصبح يمكن في عيننا قيح يمنع وصول الماء، يقول الفقهاء في العروة إذا في قيح كذا يمنع حركة، لأن في ناس يوم بيصلي ركعتين وينام،
جود الماء غسل وجه غرفة كذي بسرعة، وجه في آثار النوم وكذا المانعة ما شالها، يقول ليه التفت. عندنا بعض اللي يشتغلون بعض الأعمال من العمل للصلاة وضوء سريع، بعض الأحيان حواجب. الإنسان الطبيعي قد لا يكون معرضا للحواجب إلا إذا طبيعة عمله تقتضي ذلك. طبعا النساء عندهم أدوات الزينة لابد يلتفتون إلى أنها في الغالب تكون مانعة، المكياج يمنع، وصبغ الأظافر مشهور العلماء يمنع، وبعض الكريمات والدهون التي تستخدم أيضا تمنع، فهذه نزيحها لأجل الوضوء. تستون ساعات يقول لك العروس توضأت قبل لا تروح الصالون، أحيانا عقب 4 ساعات بطل وضوءها، أحيانا ليلة عروسها يصير ليلة ما تصلي، لأن بعد هالجمال اللي تعبت عليك كله من الرحيم، يعني ليلة اللي أنت محتاجة لنزول البركة تمضي بلا صلاة، مو مبرر يعني. تقول حرج، يقول لي والله أنا ما أقدر أقول ترك الصلاة، الصلاة صعبة على كل حال. فهذه المسألة شوية ساعات يقعون فيها. عندنا مسألة الترتيب في العضو، هذه أيضا في أخطاء شائعة. شلون الترتيب؟ أنا بذكر مثالين. واحد غسل وجهه، صوب عينه ما صار، سوى مسح صوب عينه شوية كذا، قال الحمد لله كل مكان صاده، يقول لي مع ذلك عندك خطأ، وهو لما أطراف العين ما صافها ما تغسلها هي فقط، بل تغسلها إلى الأسفل حتى يصير ترتيب. إذا أنا غسلت الأسفل وبقى في أطراف العين فأصبح ما هو أسفل قد غسل قبل ما هو أعلى، فحتى أحافظ على الترتيب أخذ الماء اللي أغسل بالعين إلى الأسفل حتى يحصل الترتيب. وهذه ذكرها السيد السيستاني في بعض الاستفتاءات، والشيخ التبريزي مباشرة كلمته سألته مباشرة وقال يجب هذا. شلون؟ لا هاي الوجه ما في يمين ويسار، بتبدي يسار يمين، المهم على الأسفل. يبقى الحاجب شعر كثيف يكفي غسل ظاهرة، باطن بشرة ما يجب. اللحية الكثيفة لا يجب أن نوصل ماء للبشرة، في غسل الجنابة لا، البشرة لازم أوصل الماء. في الوضوء إذا الشعر كثيف يكفي ظاهر الشعر، باطنه ما في ما يحتاج. هو بما لا ينافي الترتيب عرفه، يعني أنا لو أنا سويت شذي مثلا، سويت شذي هذه عرفة المنطقة أول فوق ثمانية ما يضر، صار حركة الجانبين هذا ما يضر على الأسفل. لكن طبعا لا تفهموا كلامي إن التدرج واجب هكذا، لأن بعض المشايخ دائما يطرح شذي للناس، أنك بتغسل هذه يده بتغسل شذي كل الجهات ليه توصل أخيرا، هذه شيء شاق مو ملزم. بحسب وضوء المراجع اللي عشنا وياهم، حتى السيد خوي الخوي غسل هكذا، شيخ تبريزي اقول له هذا يصدق عليه من على الاسفل ولازم كذي، قال له هذا الروايه تقول وغسل جوانبها، هذا يصدق جانب 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 جانب. فاذا لا نفهم ان انا سويت بهالطريقه، لا انا اصب واسدل الاسفل. هذا السيد السيستاني قال يكفي في الوجه ان يغسل بنحو القوس المنحني، قوسين المنحنيين، يعني هكذا شوف شوف منحني صار، يقول هذا عرفا يصدق من على الاسفل، فهذا يكفي. يعني المداقة بالنحو العرفي وليس الدقة العقلية. عندنا البعض يبدأ كذي، شوف بدأ من وراء وجت حط مني قدام، صار هنا قبل فوق، مو تلفلفها كذي كل جهة غسلها، رواية تقول غسلت جوانبها، هالجانب 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 هالجانب، هذه حق الترتيب. أما تبدأ من الخلف ولا شوفه في النهاية إلا أنت في الأمام، إذا صار الأمام هني قبل فوق هذا لا ما يصير. خلنا سيدك وغسلت هالجهة 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 مرة مرتين، هم يصير أجر الماء حتى يوصل. طبعا عندنا بعد القضايا هي أخطاء الوقت انتهى، هو الجماعة قالوا إذا ما كفليت الاثنين نخلي التكميل ليت الاثنين.
الأسبوع القادم إن شاء الله. أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على